يوم امس كنا نرافق القوات الامنيه في قضاء الشطره بالتحديد يعني في عمق الارياف او القرى الارياف المحيطه بقضاء الشطره ما يقارب من 20 الى 30 كيلو متر في عمق القضاء. وهناك كانت القوات بالتحديد القوات الخاصه هي من تمسك الارض في المناطق التي تشهد النزاعات الكثيره جدا، ومنها انطلقت شراره الاقتتال العشائري هناك بتواجد القوات الخاصه. طبعا العمليات هناك هي مشتركه ما بين الجيش العراقي وفوج مكافحه الارهاب المتواجد في ذي قار، وايضا وصول فوجين من افواج القوات الخاصه تم ارسالهم من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لقضاء الشطره. هاتين يعني هذين الفوجين هم من يمسكون الارض في هذه المناطق وهم من يقومون بعمليات المداهمه والتفتيش. بعد انتهاء مؤتمر قائد عمليات سومر وقائد شرطه ذي قار بنفس الوقت هو الفريق ركن سعد عاتي الحربيه، توجهنا بهذه الجوله ما بعد المؤتمر. في المؤتمر تحدث عن هذه العمليه فرض القانون، وان المؤتمر جاء بعد 3 أيام بعد تحقيق نجاحات واستتباب الامن والهدوء. حاولنا ان نحصل على ارقام يعني الرسميه بما يخص من تم القاء القبض عليه من قائد العمليات نفسه، لكن لم يفصح عن هذا الشيء. لكن تواصلت مع القوات هناك وكنت معهم، تم القاء القبض على 45 شخص من المتسببين بالنزاعات وممن عليهم دعاوى قضائيه قديمه وبعض منها حديثه في قضايا النزاعات واشتباه بالقتل وغيرها. لكن زميل العزيز يوجد 4 شخصيات من الشخصيات يعني من الاسماء الخطيره يعتبرونها جدا، هي هذه الـ4 اسماء هم المتسببين بالنزاعات، وقد يكون هم من يعني من اغتالوا العميد علي جميل، ليس مؤكد. من هؤلاء الـ4 تم القاء القبض على شخص واحد منهم يوم امس بالتحديد من الصباح الباكر 5 من صباح يوم امس تم القاء القبض عليه، تتحفظ عليه يعني قياده عمليات سومر هذا الشخص حتى الان، سيعلن عن نتائج التحقيق بعد انتهائه.